بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. وفيها صوت من هنا من شركة البوات، جربت فاست تحط سانكيام وشد فرامات أكسيليري بالكرة تحاول تخرج تتكلم رجله، فما حس ورجع، كي نزل المراياج يختفي الحس، ترى انزل المراياج الحس اختفى، مشي ريالي والحس بقى نحس المحرك عادي وما يرجش، سايبهم رياج الصوت رجع والرجع في المحرك، المحرك يرى طبعا حس زاد في الالترناتور هذاك ما عليناش منه، اما المشكلة اللي عندي من هنا صوت منه مش رايق، انزل امبرياج ترى ينزل امبرياج يتنحس وتختفي جنبه، سايب امبرياج كي سايب الامبرياج يرجع صوت ورعشة في المحرك، من هنا صوت مش رايق، هذاك شيرة البواط الفيتاسات كل اللي تعدوا الكهرباء تيراج مريق توصل 180 حتى في الجري ما تقلقش، المشكلة كان كي دي فرالونتي تنحي الامبراياج هكا يتنحى الصوت. ردا على السؤال نتاع الاخ هذا اللي عنده مشكلة في اللي كي تنزل امبراياج يسكت، عنده حاجتين فقط يعملوا الصوت هذاك، هما يا اما ديسكو امبراياج شفتوه الضربة هذه هذيك يبدو الرسورات نتاع ديسكو مبراج، هذوما الرسورات هذوك يبدو فيهم جو ميتين يعملوا الشكشكه هذيك تسمع فيها، هذه يعملها الصوت هذاك، والا علبه السرعه والا البوات، اما يعني انا شك في الديسكو مبراج اكثر حاجه اللي هو السوانه، والعلبة السرعه يعني مش شك فيها برشا كيما الديسكو مبراج، لان الصوت عنده يعني هيك ما هو طبعا ديما بالفيديو الصوت ما يكونش واضح برشا، اما يعني هو باش يحل باش يحل من غير ما يقعد، هو باش يحل يعني كان باش يبدل الديسك، اذا كان لقى الرسورات هذوما هكا فيهم شكشيكه كبيره وكذا يبدل الديسك ويرجع كما كان وما يخافش، وكان ما يلقى فيه شيء ما يجيش فيه حس معناتها الحس في وسط البوات. والمشكل هذا فيه ضرر ولا ما فيش ضرر؟ نجم تخليه ليني قد ما تحب يعني مش مشكله، اذا ما عندكش حس وانت ماشي في القياس وانت ماشي في الطريق في علبة السرعه في البوات ما عندكش صوت، بالنسبه للصوت هذا يكون في الديسك، الديسك هذا يعني انت باش تبدله سواء تبدله توا ولا تبدله من بعد ما فيش حتى ضرر، نجم تواصل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.